لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. هم مجموعة من الأبطال المغاربة في رياضة مختلفة جاءوا إلى هنا إلى مدينة الحمامات التونسية من أجل الدفاع عن الألوان الوطنية في النسخة الثانية من البطولة الإفريقية الشاطئية. المغرب سيشارك في هذه الدورة في 9 أصناف رياضية و63 بطلا كلهم طموح وإقدام من أجل حصد الميداليات. احنا جايين باش ندوا الميداليه، احنا ما جايينش باش نشاركوا ولا باش نشطوا البطوله كي كنقولوا، احنا جايين عازمين بريبارينا مزيان وداخلين وتكلاسينا دوزيام في جلوبال تور. كنا غنديو الفينال، كنا غنديو الميداليه، ولكن ماشي مشكل، درنا ماتشات في يدينا كي كنقولوا باش ندخلوا هذا الكوب دافريك باش نديو ميداليه. الحمد لله وصلنا مزيان، وان شاء الله كنطمحوا حنا كديليغاسيون ماروكين باش نحققوا المرتبه الاولى كما النسخه الماضيه. وهذه السنه كتعرف مشاركه ديال تقريبا كل الدول الافريقيه، وان شاء الله كنطمحوا كما قلت لك باش نجيبوا المرتبه الاولى. وحنا كرياضه الكاراتي كنعاودوا ان شاء الله نفس النتيجه اللي درنا في النسخه السابقه، نحاولوا نجيبوا نفس جميع الابطال يجيبوا الميداليات الذهبيه باش نعاونوا الفريق المغربي في المرتبه الاولى. الالعاب الافريقيه الشاطئيه تكتسي اهميه قصوى بالنسبه للرياضه والرياضيين، لذلك وضعت اللجنه الوطنيه الاولمبيه المغربيه كل إمكانياتها لتوفير كل الظروف وتدليل العقبات أمام الأبطال المغاربة من أجل التألق وحصد الألقاب. هذه الدورة الثانية ديال الألعاب الإفريقية الشاطئية. المغرب جاء بوفد قوي جدا في 62 ديال الأبطال اللي مشاركين، وجينا باش ندافعوا على اللقب ديالنا، لأن المغرب احتل الرتبة الأولى في الكاب فيغ في الدورة الأولى ديال 2019، فكنتمناو باش نحافظوا على هذا الترتيب ديالنا ان شاء الله. كاين عندنا 9 ديال الرياضات اللي مشاركين فيها، فيها البيتش فولي، البيتش هوند، البيتش سوكر، الكونغ فو اللي جديد، لافيرون، لو كاراتي، لو كاتا، اي دوتر سبور، لا ناتاسيون اون نو ليبر، اي دوتر سبور. فكنتمناو ان شاء الله ان الابطال ديالنا يكونوا في الموعد. المشاركة المغربية في النسخة الثانية للبطولة الافريقية الشاطئية هي محطة للرياضيين المغاربة لتأكيد التألق الذي رسم في النسخة الأولى قبل 4 سنوات بدولة الرأس الأخضر، عندما فاز المغرب بالمركز الأول ب16 ميدالية في نسخة تونس. بكل تأكيد الحصيلة ستكون كبيرة للغاية.